كما شاف جميع المباراه ما كان سهله بالنسبه للفريقين بجوج. ما ننساوش بان انتصرنا على فريق اللي انتصر على فريق الوداد فيناليز ديال لاكوب ديال تشامبيون ليغ في عقر تاعو بواحد الحصه لهذا. فدرنا شوط اول رائع وكنا بامكاننا نقتل المباراه. في الشوط الثاني الفريق الخصم زيد لي لين ديالو ما بقى ما يخسر، يا اما يشجع على الاصابه ديال التعادل يا اما حنا نقتلوا المباراه. لهذا فبدلنا الشاكله ولعبنا بخمسه ديال المدافعين باش نحدوا من الخطوره ديال الجيش وكذلك نحدوا من الفعاليه تاعها، وهذا الشيء اللي كان رغم كانت لابوزيسيون ولكن بدون فعاليه. ما يمكنناش نكتبوا على ريوسنا لان الامكانيات اللي عندنا حنا ماشي اللي عند الرجاء، ماشي اللي عند الوداد، لا البشريه لا الماديه لا كذلك اللوجستيكيه، ولكن عندنا فريق متكامل اللي خدمنا عليه هذه السنه هذه باش يرضي المحبين تاعو وكذلك نحققوا الاهداف تاعنا، وعلى الاقل نحققوا واحد ان بلاس افريكا.